وحول هذا الموضوع معي من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر، قبل أيام كنا نتحدث عن التجراي وهذه الأزمة السياسية، اليوم عاد ملف سد النهضة، كيف يقرأ؟ هل تغيرت وجهات النظر الأثيوبية في صراعها مع الجانب المصري حول السد أم ماذا؟ ماجد، الآن أثيوبيا ترى أن وضعها أفضل مما كانت عليه في السابق، تجاوزت قضية التجراي وأفرجت عن معتقلين السياسيين في مقدمتهم سبحة نجا الأب الروحي لجبهة تحرير التجراي، إضافة إلى سجناء آخرين. فضلا عن ذلك تجاوزت الانتخابات السابقة والتي بموجبها أعلنت حكومة جديدة، تجاوزت كذلك بشكل نسبي ربما الصراع في الحدود مع السودان، بل أكثر من ذلك فتحت الحدود ربما مع السودان في منطقتي المتمة والقلابات لعبور المواطنين من البلدين وكذلك التجارة. فضلا عن ذلك لتقول أن الوضع ربما أفضل أكثر، عقدت الحكومة الإثيوبية ومجلس الوزراء الإثيوبي في الخامس من هذا الشهر اجتماعا مطولا لتقييم فترة 100 يوم ماضية في منطقة سد النهضة، مما يعني أن الأمور الآن تريد فيها أن تقول إثيوبيا أنها في وضع أفضل مما كانت عليه، وأن موضوع سد النهضة يعني يدخل الآن يعني حيز الإنتاج في الطاقة الكهربائية. إثيوبيا تنظر لإنتاج 700 ميجا واط من الكهرباء بتشغيل توربينتين، هذا يعني ربما يعطي الكهرباء ل 20% من سكان إثيوبيا. فضلا عن ذلك سبق وأن قالت أنها 13.5 مليار متر مكعب كان في مرحلتي الملأ الأول والملأ الثاني، ولذلك إثيوبيا الآن تقف ربما على وضع أفضل مما كانت عليه، وتريد أن تقول للمجتمع الدولي أن الأمر بما يلي موضوع سد النهضة أيضا يمضي في اتجاه ربما موجب، على الدول المختلفة أن ترضخ لهذا الواقع، وإذا كان هناك نقاش على أي مستوى في الاتحاد الأفريقي لمناقشة القضايا العالقة هي مستعدة لهذا الواقع وتقول أن هذه الكهرباء التي سيتم إنتاجها قريبا من سد النهضة سيكون المستفيد الأول منها السودان بطبيعة الحال وكذلك مصر ودول المصب المختلفة. ماجد، لكن جابر، ألن يكون هناك قراءة مختلفة هنا إذا ما تم تشغيل هذا السد قبل الاتفاق مع الجانب المصري والسوداني؟ ألن يكون هذا ربما استفزاز لهذه الأطراف؟ ربما إثيوبيا الآن تريد أن تحرك ملف كان ساكنا لفترة طويلة ماجد، لكن هذا يشير كذلك لأنها ما تزال في موقف قوة، وأن على الذين يريدون الاستفادة، خاصة وأنها أشارت أن السودان هو الدولة المستفيدة الأكبر باعتبارها هي الجارة الأقرب والواقعة في منتصف المشوار بين إثيوبيا ومصر، ولذلك هذا يعتبر موقف قوة حسب ما يتم قراءته من خلال محللين سياسيين، لكن أيضا هناك الدول الأخرى ترى أن هذا ربما يعني تعن كانت قد تقوله مصر والسودان من قبل، ولا ينظر في القريب العاجل ما إذا كانت هناك أي ردود فعل حتى هذه اللحظة، لكن ربما هذا يعني تريد إثيوبيا أن تقول لهذه الدول أن تنتظر رأي مغاير وأن ترى ما الذي تريده مستقبلا لمحاولة لملمة أطراف هذا الموضوع وللعبور به إلى ما يخدم الأطراف كافة. ماجد، طيب، من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور، شكرا جزيلا لك جابر.